ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح طلب مني فيديو عن اتكلم عن تربية رياضية، وفي بعض الاسئلة يعني في ناس مش عارفاها وكده. فكان في شاب طلب مني ان اعمل الفيديو دوت، هو لسه في ثالثة ثانوي وحابب يعرف ايه هي المجالات بتاعة التربية الرياضية، وهو لما ان شاء الله كده يجي يتخرج هيخرج منها ايه، وايه المجالات اللي يقدر يشتغل فيها. مبدئيا كده انا بس حابة اقول، سواء دخلت كلية تربية رياضية او دخلت اي كلية تانية، فاصبح التعيينات في الاماكن بقى او وظائف الحكومية او كده بقت صعبة، ما عادش في تعيينات في اي حتة خالص. فانت اصبح ان في عامل كبير عليك ان انت اللي تجتهد، وان انت اللي تلاقي الشغل بنفسك، وان انت تحاول تخلق لنفسك مجال تشتغل فيه. تمام؟ يعني سواء مثلا انت دخلت كلية اداب او تربية او كده، فالمفروض المجال اللي انت تشتغل فيه بعد كده اللي هو التدريس. فيا اما تفضل قاعد مستني انك تتعين في اي مدرسة علشان تقدر تمارس المهنة بتاعتك، او ممكن تشتغل على نفسك وانك تقدر تدي دروس خصوصية. كذلك تربية رياضية نفس النظام بالظبط. تربية رياضية اصلا فيها 3 تخصصات. تقدر يعني تشوف مجالك بقى، شوف انت حابب تخش ايه فيها. اول تخصص عندنا تخصص التدريب. فدي بتقدر تخرج منها انك تتخرج وتبقى مدرب، تشوف بقى اللعبة اللي انت بتحبها ايه. برضو كمان بتتخصص في اللعبة اللي انت بتحبها، يعني لو انت مثلا ليك في الالعاب القتالية، كاراتيه بقى، تايكوندو، جودو مثلا، فانت بتتخصص في اللعبة كمان اللي انت بتختارها. وبعد كده لما بتتخرج بتحاول بقى انك تمرن في اللعبة اللي انت اخترتها دي. بعد كده عندنا اللي هو التخصص الثاني، وهو التدريس. التدريس دي بعد كده لما بتيجي تتخرج ان شاء الله بتبقى مدرس تربية رياضية في المدارس وكده. وبعد كده عندي اخر تخصص، وهو تخصص الادارة. تخصص الادارة ده ممكن لما بتيجي تتخرج بتشتغل يا اما مثلا اداري في المراكز الشباب، يا اما تبقى مثلا مدير، او يعني حاجة ليها علاقة بالاعمال الادارية. ممكن تخش مثلا في أندية، مراكز شباب، ممكن تتعين في مديرية الشباب والرياضة. بس المشكلة ان كل الكلام ده متوقف على حسب في تعيينات اصلا ولا لا. يعني ممكن لو انت مثلا مديرية الشباب والرياضة طالبة تعيين ان عايزين موظفين يكونوا خريجين تربية رياضية، فانت كده حظك حلو، انت كده تقدر تقدم وتتعين. لكن في ناس تانية يعني او بلاد تانية ما فيهاش تعيينات، فانت مثلا خلاص اتخرجت ايا كان التخصص اللي انت تخصصته، سواء تدريب او تدريس او ادارة، هل هتفضل قاعد كده؟ يعني هل هتفضل مش بتمارس المهنة ولا بتعمل اي حاجة؟ لينا متفقين ان مثلا انت اتخرجت خلاص ومش لاقي شغل في اي حتة ولا جالك تعيين، هتفضل قاعد كده مستني ان يجيلك تعيين او اي وظيفة؟ لا، انت مش هتشتغل في حتة الا لما انت تسعى بنفسك ان انت يعني تلاقي وظيفة، لان الوظيفة مش هتجيلك لحد عندك وانت قاعد كده. تمام؟ وبالمناسبة انا عايزة اقولك ان انا يعني خريجة التربية الرياضية قسم ادارة، واللعبة بتاعتي الكاراتيه. فانا لما اتخرجت عايز اقولك كمان ان انا اصلا قبل كمان ما اتخرج يعني بجانب دراستي كنت بمرن كاراتيه، ولما اتخرجت برضو بمرن كاراتيه. فاللي هو وما جاليش اي تعيين من اي حتة، فانت ما تستناش ان يجيلك تعيين اصلا. انت لو ما ساعدش في حاجة تانية هتفضل محلك سر، فما ينفعش، فلازم تسعى لاي حاجة. فانت في مجالات كتير تقدر تشتغل فيها، يعني مثلا تقدر تمرن في جيم، تقدر تمرن اللعبة اللي انت بتحبها، سواء لو كنت بتلعب اي لعبة من وانت صغير بقى وقديم في اللعبة بتاعتك، ولما جيت دخلت الكلية تخصصت في اللعبة دي، لما تتخرج ان شاء الله تقدر كمان تمرن اللعبة اللي انت اخترتها. حاجة تانية، لو انت ملكش في التدريب ومش عايز تمرن، ممكن تتخصص تدريس.
ممكن لما تيجي تتخرج لو ما لقيتش مدارس، لو ما لقيتش مدارس تتعين فيها او ان يجيلك منها تعيين، قدم في مدارس خاصة. تقدر من خلال المدارس الخاصة انك تقدم فيها وانك تشتغل مدرس تربية رياضية في المدارس الخاصة. فانت قدامك كذا مجال تقدر تشتغل فيه، او مثلا حتى في الإدارة ممكن تبقى مدير إداري لنادي معين، يعني تحاول تقدم لهم الخبرات اللي انت تقدر تعملها واللي انت حابب تعرف تدير مثلا حاجة معينة. المدير الإداري اصلا تقدر ان انت تمسك فريق كامل وتبقى ماسكه بقى من الألف للياء، يعني تقدر انت تاخد الغياب بتاعه، تقدر تشوف تتعامل انت مع أولياء الأمور سواء في الاشتراكات، سواء لو في بطولات او هتتكلم مثلا يعني مع الحكام او الحاجات دي كلها، فده شغل إدارة كله. فانت تقدر تشتغل في المجال ده لو انت حابب. فانت قدامك يعني الكلية دي ميزتها ان انت في كذا مجال تقدر تشتغل فيه، بس انت تسعى ليه، لان بصراحة كده مفيش تعيينات في اي حتة خالص، بس انت اللي بتبحث عن الشغل بنفسك. لو انت حابب مجال التدريب في الجيم، تقدر تروح اي جيم وتقدر تمرن فيه، تقدر اي لعبة انت بتحبها، سباحة، كاراتيه، اي العاب انت يعني تقدر ان انت تمرنها للاعبين وكده، فانت تقدر تسلك المجال ده. ففي كذا مجال تقدر تشتغل فيه، بس سواء دخلت كلية تربية رياضية او اي كلية تانية، فاصبح ما عادش في تعيينات في اي حتة. زي ما انا قلت لك في بداية الفيديو، لو انت دخلت كلية اداب او تربية او اي حاجة، لو انت حابب يعني تمارس مهنة التدريس، فانت ممكن من خلالها مش هتلاقي تعيين، ما عادش في تعيين في مدارس او في اي حتة. فانت بتقدر تدي دروس مع نفسك، يعني تعمل لنفسك اسم، وتحاول بقى ان انت تعمل مجموعات للاطفال اللي هتيجي تدرس عندك. فانت اللي عملت الشغل بنفسك، ما استنتش حد ان هو يجي يعينك في مكان او انت تشتغل في حتة. فده اللي انا عايزة اقوله لك، انك ما تستناش شغل، لان مش هيجي لك شغل وانت قاعد كده. وحبيت اقول لك المجالات اللي انت مثلا ممكن تشتغل فيها في تربية رياضية قدام، يعني لما تتخرج كده ان شاء الله. وبس كده. برضو لو عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات، وانا هقدر اجاوبك ان شاء الله. وبس كده، يعتبر يعني حبيت اعرفكم ايه المجالات اللي انتوا تقدروا تتخرجوا وتبقى تقدروا تشتغلوا فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير بإذن الله، ومع السلامة.